اول حاجه كان كامل اللي كيتقاضى الاجر ديالو كان كيقد يسبق والديه هما الاولين، كيسبق الوالدين ويدوز عند مول المكتبه يخلص المكتبه، واللي بقى كيقول لها كيتصرفي فيه. هذا هو الحاج عبد الله قديره، ما كيعرفش راسو، ما كيقلبش لراسو، خصو الغير، كله الغير، لا غير نفسه. اخر حاجه كيفكر فيها هي راسو. مرحوم عبد الله قديره رئيس مجلس العلمي سابقا، وكان خطيب جمعه، خطيب جمعه في 3 ولا 4 ديال المساجد في الرباط، وفي الاخر في اخر مطاف ديالو في جامع الحضره في القصر الملكي باختيار من صاحب الجلاله، المرحوم صاحب الجلاله الحسن الثاني، باش دخل ذاك وكان هو غير الهم ديالو هو العلم، هو الورقه، هو الكتاب، ما كيهمو حتى شي حاجه، همو الكتاب، يقبط الكتاب فيه ما يفكر لا في ماكله لا في شراب لا في لباس لا حتى في شي حاجه، همو الكتاب. والحمد لله كان كينهل من الكتاب، ولكن ماشي كان كيستغلو راسو، كان كيعطي في خطبه الجمعه، يعطي في الندوات، يعطي في دعوه الحق، يعطي في العالم، يعطي في محاضرات في المجلس العلمي، وكل شيء الحمد لله. الناس اللي كيعرفوا راه ما كيعرفوش شكون هو عبد الله قديره، وما خفيه اعظم. كانت الاسرار ديالو بعدا ما كيخبرش بها، داكشي اللي كيدير ما كيخبر به حد، هذا من المزايا ديالو، داكشي اللي عنده بينو وبين اللي خلقه. هادشي الوصيه اللي دار راني طبقتها، ونتمنى من الله نكون وصلتها بخير وعلى خير. هذا اليوم هو يوم مشهود في المسيره العلميه والثقافيه لكليه الادب والعلوم الانسانيه جامعه محمد الخامس بالرباط، بحيث اننا نتشرف بالتوصل بإهداء المرحوم السي عبد الله قديره من طرف أسرته وبوصية منه. وسوف توضع هذه الكتب القيمة التي ترونها هنا، هي مكتبة بكاملها للفقيد، وتتكون من مئات ومئات الكتب ذات القيمة العلمية العالية، وأنا متأكد أنها سوف تكون قيمة مضافة بالنسبة للباحثين الذين سوف يستنيرون بفكر وبثقافة وبالفكر المتنور والوسطي التي يعتمد بالدرجة الأولى على توابت البلاد وعلى إمارة المؤمنين وعلى التوابت الوطنية والروحية للبلاد. هذه المناسبة التي تتبرع بها فيها السيد حرم استاذنا المرحوم السيد الحاج عبد الله قديره بمكتبته العامرة، يعني استحضر مكانة هذا الرجل العلمية وجهده العلمي، يعني منذ ما يزيد 54 سنة من الصحبة، عرفته تلميذا وعرفته طالبا، ثم عرفته أيضا بعد ذلك أستاذا ومفتشا، أي زميلا له. هذا الرجل كان لا يدع الكتاب، الكتاب دائما في يده، ولهذا هذه المكتبة هي معبرة عن الفكر الرجل، وعن تصوره للعلم، وعن تصوره لطالب العلم. جاهد جهادا علميا كبيرا، معلما، مربيا، واعظا، خطيبا للجمعة، ثم رئيسا للمجلس العلمي المحلي للرباط لما يزيد عن 18 سنة. أعطى فيها من كل وقته، لا أقول من وقته، كل وقته لينشر هذا العلم الشرعي باعتباره عالما، ولينشر أيضا ذلك الفكر المتنور باعتباره قارئا نهما لكل ما تصدره المكتبات. والمكتبة التي تقدمها اليوم زوجته الأستاذة تحية، الأستاذة حياة، وهي رفيقة دربه، رفيقة دربه يعني لما يزيد كما قلنا فوق 55 سنة، يعني شاركته في هذا الجهاد العلمي. ونعرف ان الزوجة المصاحبة للعالم يعني ياخذ من وقتها من حقها، ياخذ من حقها باعتبارها زوجة للعلم
ولي التربية، وهذا كان هو طريق فضيلة الأستاذ موضع والدي، أستاذي وموضع والدي سيد الحاج عبد الله قديرة، تغمده الله بوسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.